طبعا مضى اكثر من 23 سنه على اسر القائد عبد الله اوجلان في امرالي، وضعه في جزيره امرالي التي تفتقد الى ابسط مقومات حقوق الانسان، خاصه حقوق السجناء بشكل خاص. بالنسبه لعمر القائد عبد الله اوجلان، حيث ان الشروط الموجوده فيها يعني شروط من ناحيه الرطوبة، من ناحية ملائمة المكان لصحة القائد عبد الله أوجلان، طبعا وجوده في هذه الجزيرة بهذا العمر هو بحد ذاته هو انتهاك لحقوق الإنسان. إضافة إلى ذلك، تقوم الدولة التركية منذ 23 سنة إلى حد الآن بفرض عقوبات متكررة، وهذه العقوبات طبعا جميعها هي انتهاك لحقوق الإنسان وليس لها أي أساس في القانون. كلنا نعلم منذ عام عدد سنوات وتم فرض حظر وتجريد من الزيارة على القائد عبد الله أوجلان، سواء كانت زيارات المحامين أو زيارة العائلة. طبعا الدولة التركية باعتبار ليس لهذه العقوبة الإضافية والتي تعتبر من العقوبات تصنف حسب القانون الدولي من العقوبات الحاطمة للكرامة الإنسانية، ومن المفروض أن يتم معاقبة الحكومة التركية على فرض هذه العقوبة على السجناء، لكن بالرغم من ذلك كون ليس لها أي أساس قانوني، إلا أنها خلال نحن نلاحظ خلال أكثر من سنة تقوم بفرض عقوبة التجريد بحجة أنها عقوبات انضباطية تقوم بها اللجنة الانضباطية في إمرالي. فنحن نعلم بأنه سابقا كان هناك حظر أو تجريد من الزيارات، منع من الزيارات على القائد عبد الله أوجلان. قامت الحكومة التركية بفرض حظر على القائد عبد الله أوجلان ومنعه من زيارة المحامين واللقاء بالمحامين والعائلة لمدة 3 أشهر. طبعا هذا الأمر أصبح يتكرر كل 3 أشهر، يتم تجديد هذه العقوبة وبدون أي أساس قانوني. وإضافة إلى أنه لا يتم تبليغ محامين القائد عبد الله أوجلان بفرض مثل هذه العقوبة. خلال شهر شباط قام المحامون بزيارة الجهات المختصة وطالبوا بزيارة موكلهم القائد عبد الله أوجلان وثلاثة آخرين من السجناء الموجودين في جزيرة إمرالي، إلا أن الجهات المختصة القائمة على السجن إمرالي رفضت رد طلب المحامين، واحتجت بأن لا تزال فترة 3 أشهر العقوبة الانضباطية لا تزال سارية. أيضا في شهر حزيران قام المحامون أيضا الطلب بمقابلة أو لقاء موكليهم، إلا أن أيضا تم رد عليهم برد الطلب، وطبعا ثم أبلغوهم بأنه في 31 أيار 2022 تم فرض 3 أشهر أخرى كعقوبة انضباطية على القائد عبد الله أوجلان. لنا تواصل مع المحامون المدافعين عن القائد عبد الله أوجلان، علمنا من خلال هذا التواصل بأن الحكومة التركية لم تبلغهم بهذا الحظر. طبعا هذا الحظر ليس له أي أساس قانوني، ليس له أي أساس قانوني في القانون. إضافة إلى ذلك هو يعتبر جريمة تقوم بارتكابها الدولة التركية بهذا الشكل. طبعا هذا القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية العليا الأولى في بورصة تحت طبعا حسب توصيات اللجنة الانضباطية في إمرالي حسب ما تدعي ليس لها أي أساس في القانون، وهي انتهاك لحقوق الإنسان. كما قلنا سابقا، عملية المنع من الزيارات والتجريد والعزلة هي من العقوبات التي تصنف حسب القانون الدولي من العقوبات الحاطمة للكرامة الإنسانية، وهي جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها الحكومات التي تقوم بفرضها على السجناء. طبعا كلنا نعلم بأنه يتم فرض عقوبات على القائد عبد الله أوجلان في استهداف لإرادة الشعب الكردي، وأيضا
الشعوب الحرة في شمال وشرق سوريا وفي الشرق الأوسط بشكل عام من خلال شخص القائد عبد الله أوجلان. نلاحظ طبعا عندما يتم كلما ازدادت وتيرة المطالبة بحرية القائد، كلما في الفترة الأخيرة لاحظنا ازدياد الرأي العام الشعبي العالمي وأيضا في الشرق الأوسط بالتضامن مع قضية القائد عبد الله أوجلان وقضية الشعب الكردي وأيضا قضايا الشرق الأوسط بشكل عام ودعم مشروع الإدارة الذاتية. كلما ازدادت وتيرة النضال في هذا المجال، كلما تقوم الدولة التركية بفرض عقوبات أشد وعزلة أشد على القائد عبد الله أوجلان، طبعا غايتها منها هو قطع العلاقة بين القائد وبين الشعب الكردي والشعوب الشرق الأوسط التي ينادي القائد عبد الله أوجلان بحريتها. طبعا هذه مع الأسف الشديد المنظمات الحقوقية الدولية والمنظمات التي تدعي بها منظمات إنسانية دولية صامتة أمام هذه الانتهاكات في حق الشعب الكردي من خلال وشعوب الشرق الأوسط من خلال شخص القائد عبد الله أوجلان. أيضا نلاحظ صمتها في التهديدات التركية التي لا يتوقف عنها أردوغان بشن هجمات ونشر الرعب والفزع بين أبناء الشعب في هذه المنطقة أمام صمت المنظمات الدولية. للأسف الشديد نحن كحقوقيين نناشد كافة الشعوب الحرة والشخصيات الديمقراطية والتي تؤمن بالحرية والمساواة أن ترفع من وتيرة نضالها وتتضامن مع قضية القائد عبد الله أوجلان وقضية الشعب الكردي والشعوب الشرق الأوسط عامة التي ترزح تحت نير الاستغلال والاحتلال.